طيب الامبورت عندك في الكيراس انه from TensorFlow import Keras, import TensorFlow as TF, NumPy as NB, والباندا as BD. طبعا هنا تلزمني اللايرز عشان انا اعرف الطبقات تبعتي. الان التنسورفلو انه pre-installed في الكولاب تمام، وممكن انه انت تشوف الفيرجن تبعته مباشره من خلال هاي الجمله، فبالتالي الفيرجن 2.2. لو انت طلعت على الفيرجن تبعت التنسور فلو الحاليه في الانستول هنا، اخر فيرجن انت عندك اللي هي 2.0. لو ننزل باستخدام البيب اعتقد انه اخر فيرجن هي 2.3، ف ممكن في الصفحة الرئيسية او على الجيت هاب لو رجع اشتغل تاني. كيف؟ وين؟ التنسر فلو في ريليسز بي واي باكج 2.2، هي الليتست، يعني هي احدث نسخه تمام. لو مش موجودة ممكن ان انت تنزلها بهذا الكوماند. بعدين نقرأ الهارد ديزيز داتا سيت تمام، نقرأها as باندا، هاي الداتا فريم تبعتها. انا في عندي مجموعة من الفيتشرز وبشوف التايبس انه كلهم انتجر ما عدا الاولد بيك 4 فلوت 64 والثال هي عبارة عن اوبجكت، فممكن نخليها هاي فلوت. انه الثال ممكن نحن نعملها انكودينج بشكل سريع، ليبل انكودينج. ففي الباندا في كاتيجوريكال انكودينج، فبروح بعرفها انه بي دي كاتيجوريكال لهذا العمود مباشرة. فممكن انه اروح استبدل الفاليوز اللي موجودة هنا as category بالكودز اللي موجودة أنا عندي هنا بشكل مباشر، فبالتالي بيصير لها كودينج. أنا عندي 2 3 1 4 على حسب الفاليوز اللي موجودة. الآن بنعرف ال Y التارجت بتساوي data frame pop للداتا، وهنا بدي أحول الداتا لتنسور داتا باستخدام TF data dataset from tensor slice، بديله الفاليوز للدي اف والتارجت الفاليوز تبعتها. بدنا نشوف عينة من هذا الكلام، فبطبع الفيتشرز هذه وشو التايب تبعها. التايب تبعها عبارة عن تنسر فلو، وهي التارجت انه الفاليو تبعته. فبالتالي الفيتشرز انه معرفة عندي على شكل ليست، تنسر ليست بهذا الشكل. الان بعد هيك الخطوة اللي بعديها انه انا بدي اعرف التريننج داتا سيت، هي عبارة عن داتا سيت دوت شافل. بعمل شغل خطوتين في خطوه واحده، بعمل شافل للداتا تمام، وبحدد الباتش سايز. هنا حدد الباتش سايز انه كل قسم عباره عن 1 اكزامبل، وهذا الكلام احنا حنشوفه في الايبوكس لانه انا عندي الداتا سيت تقريبا 303. بعد هيك بناء الموديل، بناء الموديل، موديل بتساوي تي اف كيراس، بعرف سيكونشال موديل تمام، بروح بحط ليست تمام،
وفي الليست هذه شو بحط الطبقات تبعتي؟ بحط الطبقة الأولى عبارة عن دنس مكونة من 10 layers والاكتيفيشن ريلو. ممكن أسيب هذا الكلام ديفولت إنه ياخده، تمام؟ ممكن إنه إحنا نشوف إيش هو ديفولت في هذا الكلام، إنه أنت ترجع ل هذه الدوكيومنتيشن تبعها. في الدوكيومنتيشن انت عندك هنا بيكون محطوط الديفولتس، فهنا الاكتيفيشن بتساوي نان، لازم انت تعرفها الشغله اللي محطوطه نان، لازم انه انت تعرفها. فشوف الاكتيفيشن هنا هي عباره عن الاكتيفيشن فانكشن، تمام؟ هنا حدد لك انه نو اكتيفيشن از ابلايد، معنى ذلك انه هو لوحده راح يطبق اللينير اكتيفيشن، اوكي؟ فكل الشغلات هذه انه بترجع للدوكيومنتيشن، انه يعني بتقدر تعرف ايش القيم اللي بتنحط. وهنا عرف طبقة ثانية 10 layers واخر طبقة 1. شو السبب؟ انت عندك التارجت ايش هو؟ صفر واحد، فبالتالي بس نيورون واحد صفر واحد. لسه حنشوف لما نشتغل على داتا سيت تبعت الايريس، انا في عندي ثلاثة كاتيجوريز، فبصير انه الكلاس تبعهم بشتغل عليه كون هوت انكودنج، فبلزمني ثلاثة ليرز في هذا الموضوع، تمام؟ فمع الامثلة بتوضح الامور اكثر. فهنا انه ما دام انه هو باينري زيرو واحد، فبالتالي نيورون واحد في الاوتبوت بيكفي، تمام؟ طيب بعد هيك بعمل كومبايل للموديل. ايش بحدد؟ الاوبتمايزر هو باي ديفولت محطوط ادم اوبتمايزر. في انا يعني عندك عده اوبتمايزرز ممكن نحن نشوفهم في الدوكيومنتيشن، وهذا الكلام برضو ارجع هنا بشكل مباشر. انت عندك في الموديل الكومبايل في عندك العديد من البارامترز، هايها مشروحه هنا. الاوبتمايزرز الديفولت اللي هو محطوط RMS prop root mean squared prop، تمام؟ محطوط باي ديفولت. فانت الان ممكن تختار اوبتمايزر من وين بدك تجيبهم هدول او تعرفهم هدول. هاي في عندك باكج للاوبتمايزرز، في عندك ادا دلتا، في عندك ادا جراد، ادا ماكس، تمام؟ فممكن تختار واحدة من هدول. فانت اذا سبته ديفولت راح يختار هذا RMS prop، اوكي؟ فبتختار الاوبتمايزر. الاوبتمايزر له علاقه بالجريدينت ديسنت الجوريثم، انه هو عباره عن سيرش الجوريثم. ففي اكثر من تكنيك في السيرش، هو واحد من التكنيكس هدول، تمام؟ كل واحد بيطلع لك نتيجة مختلفة، لكن الشائع انه انت تستخدم الادم اوبتمايزر. بعد هيك بعد ما نصل لمرحلة متقدمة شوية، ممكن انه انت تصير تجرب أكثر من اوبتمايزر وتشوف ايش الإفكت تبعه، لأنه يعتبر بارامتر من البارامترز ممكن تعملها اوبتمايزيشن، تمام؟ عدا ذلك ممكن هاي انه اللوس تبعي هو عبارة عن باينري لوس، تمام؟ ودخل عليه اللوج، وممكن انه هذا انه انت تسيبه ديفولت، تمام؟ فبالتالي هنا لو رجعنا هنا لللوس، هيو هو عبارة عن سترينج، كيف تختاره؟ هي الباكج اللي هو اللوسز اللي انت ممكن تختارها. في عندك قائمة طويلة من اللوسز اللي ممكن انت تختارها. loss object، هذا كclass، ايش الكلاسز؟ هيها باينري كروس انتروبي،
تمام. وفي عندك الكاتيجوريكال كروس انتروبي، وفي عندك كاتيجوريكال اتش اي ان جي اي، ف عندك الكوساين، عندك الهنج هايبر، فعندك كتير من اللوس. هي عندك مين ابسوليوت ايرور، كمبيوت ذا مينز اوف ابسوليوت ايرور، ذا ديفرنس بتوين ليبلز اند بريدكشن. فهي عباره عن قياس للايرور بين، فبالتالي انت بتقول له انت بدك كيف الطريقه اللي بدك تقيس فيها الايرور بين البريدكشنز والتارجت، فعشان هيك انت بتحدده هنا كباراميتر. لو ما اخترته تمام اللوس هنا محطوط نان، حكيت انه اذا ما اخترته بقول لك انه is set to none return the value of the shape بهذا الشكل، عبارة عن الباتش سايز والدي، فبالتالي لازم انه انت تحدده بالضبط تختاره. بعد اللوس عندك اخر حاجة اللي هو الماتريكس، شو الماتريكس اللي انت بدك تحسبها. فهذا الكلام بيختلف من الكلاسيفيكيشن للريجريشن، فمادام انه هي كلاسيفيكيشن بختار هنا accuracy. لو انا عندي البروبلم ريجريشن ممكن تختار مين ابسوليوت ايرور، والماتريكس هذه في برضو عندك قائمه في الماتريكس هنا هنا arguments. هاي تمام، فلستة المتريكس هيها اللي هي عندك الاكيوريسي AUC او الباينري اكيوريسي لو كان في عندك two classes، باينري كروس انتروبي بحسب الانتروبي لباينري كلاس، كاتيجوريكال هذه حنستخدمها احنا في الايرس تمام، وفي عندك المين ابسوليوت ايرور مين سكويرد ايرور، وهنا المين ابسوليوت ايرور. فكل هذه لسته طويله، فانت ممكن تستخدم، فزي ما تعودنا ريجريشن بتختار انت ايرور، كلاسيفيكيشن بتختار اكيوريسي، واحده من الاكيوريسي اللي موجوده هنا حسب عدد الكلاس ليبلز اللي موجوده عندك. بعد هيك للتريننج انت عندك الموديل دوت فيت، هذه فيها باراميترز عديده تمام، هاي بدي اورجي لك اياها هنا model.fit، على طول بتروح على الدوكيومنتيشن، في واحدة من الدوال model.fit. هذه الكومبايل وهذه الايفاليويت وهذه evaluate generator. هاي الفت شو بتاخذ؟ بتاخذ الاكس والواي، احنا الاكس والواي احنا مجمعه هيها، احنا ادينا له الداتا سيت للترين داتا سيت، والترين داتا سيت اصلا بالضبط انه احنا اديناها مكونه من ايوه الدي اف values بالاضافه للتارجتس، و بالاضافه انت ممكن تدي له الباتش سايز، ممكن هو ياخده من هناك، عدد الايبوكس المينيموم واحد، الفيربوس اللي هو التفاصيل تبعت المسجز، ممكن انت تدي له الفاليديشن داتا سيت لحال، فاليديشن سبليت هو لحاله بروح بقسم للتريننج انه بياخذ منها فريكشن، او ممكن تدي له سبلاي لفاليديشن داتا خارجية تمام. الشفل برضو لو انت ما كنتش عامل شفل للديتا، فكل هاي الامور، وهنا عدد الوركرز اللي محطوطة باي ديفولت واحد، فمشروحة هذه الاشياء كلها انت كيف ممكن انه انت تستخدمها. فالان احنا حددنا بس عدد الايبوكس والديتا ست تبعتي هيو 15 ايبوكس،
ولاحظ انه الايبوك الاولى هي 300 من 300، معنى ذلك انه الباتش سايز انه جاست وان اكزامبل، فبالتالي حتلاقي انه هو بيعمل بمرر وان اكزامبل وبعديها بيعمل ابديت للباراميتر زي هيك. فالان انا حغيرها ل 10، فحتلاقي انه هو حيقسم لك 300 على 10، فحتلاقي انه الرقم هذا اختلف بالضبط. فممكن انه نحدد هنا الباتش هيو تمام، او ممكن تحدد له اياها في الفيت. اوكي تمام، فهنا قسمها انه زي هيك، ولكن الايبوكس انت طالب منه 15 فهو بلف، وهي انت عندك الاكيورسي بروح بحسبها كل مره زي هيك. انا الان ممكن امرر له باراميتر ثالث واقول له هنا الفاليديشن سبليت، واحكي له 0.2، حياخذ 20% من الداتا سيت لحاله كفاليديشن سيت، ويعمل حيقيس الايرور عليها اوكي. لما بحكي لي انه هذه اذا كانت انه انت تنسورس او نم باي اري، لكن انه احنا التايب اللي احنا شفناه انه هي مش نفس التايب، فبالتالي اوكي بلاش منها. بعد هيك ممكن انه احنا ناخذ سامبل زي هيك ونعمل له بريدكشن بهذا الشكل. ف الملخص انت عندك انه انت تعمل لود للديتا از بي دي او دي اف، بعديها تعملها كونفرت لتنسور داتا سيت، بعدين طبعا بدك تعمل انكودنج كلها لنمبرز، بعدين شو بدك تسوي؟ انكودنج للكاتيجوريكال اتريبيوتس، بعدين تعمل ديفاين الباتش سايز، بعدين ديفاين موديل. ممكن زي هيك اوكي، يعني ممكن تعتبر انه هذه الستيب انه اوبشنال، وبعديها انت عندك انه فيت موديل بهذا الشكل. بس قبليها في عندك خطوه هنا اضافيه انه الموديل كومبايل موديل، يعني انت عندك خطوة اضافية غير الاسكيلر. الاسكيلر انه انت بعد ما تعرف الموديل تعمل له فيت مباشرة، لكن هنا بلزم منك انه انت تعمل له كومبايل. نعم لا ممكن نحن نقسم الداتا من الاول زي هيك يعني، بس انا المرة الجاية انه انا ممكن ارتب لك وصفة تكون انه بنقسم فيها البيانات وبنحولها بشكل افضل من هيك، وتكون الامور فيها ابسط من هيك عشان نمشي بتدرج في هذا الاطار. يعني في الاكزامبل اللي هو حاطه هنا في الكراس انه يعني عامل انكودنج للفيتشرز في شغلات، يعني ضايف تفاصيل كثيره، او ممكن نشتغل على داتا سيت ثانيه الايرس داتا سيت لانه طبيعتها اصلا هي كلها نمبرز، فبالتالي ما بتحتاج اي انكودنج، فممكن انه كان الاسلم انه احنا نبدا فيها مباشره، بتكون انه احنا بنستوعب الامور هذه كلها بالضبط تمام. فالان اللي انا بدي اطلبه منك انه ممكن انه انت تطبق هذا الكلام على الايريس داتا سيت، والاختلاف انت عندك في الايريس انه انت ايش ممكن تسوي، انه راح تكون في عندك اللوس، راح تستخدم الكاتيجوريكال كروس انتروبي
true be. وحتستخدم في last layer بالضبط، بس هاي الاختلاف. فبدي منك هالجيت انه انت تطبق هذا الكلام وتطبقه على الايريس داتا سيت. هيني حبدا معك. اوكي، فالان كيف؟ على الكولاب. نعم، فالان انا ايش بدي اسوي؟ بدي افتح نوت بوك جديد. وتسمي معايا ايريس كيراس. تمام، وتتاكد من التنسور فلو فيرجن. على الكولاب ممكن تشتغل على على ال... على الكولا على ال... على الكاجل. انت هيك قصدك؟ لا قصدي جيب اه ممكن تشتغل عليها عادي، ما فيش مشكله. يعني بيدعم هذا الشيء، وانه بدك تنزلها انت عندك لوكالي هي اوريدي اصلا انستول، لانه في الوين بايثون منزل فيها تنسر فلو. اذا مش منزل بس جاست انه اعمل بيب انستول تنسر فلو بينزل معك، تقدر تستخدمه او كوندا انستول تنسر فلو. تمام، طبعا كيف موجوده التنسر في الوين بايثون في الكولاب موجود. اه موجود. احنا بدنا نجيب الايريس داتا. الايريس داتا احنا موجود عندنا نسخه، بدل ما اعملها ابلود بدي اعملها دبليو جيت. في الداتا سيت في هذه الايريس، وزي ما اتفقنا انه انت بدك تاخذ الرو تبعها، تاخذ اليو ار ال، وهنا اروح اختار دبليو جيت وادي له هذا اليو ار ال. فهي نزلت معك، هي اسم الفايل، فتقرأه انه pd او df بتساوي pd.readcsv. وبدي له هذا المسار وبشوف كيف شكل الdf. تمام، لقيت المشكلة انه هذا عبارة عن categorical، فبدي احوله. فممكن نستخدم الانكودينج اللي موجودة في الباندا. فممكن نحكي انه الdf لهذا العمود بتساوي bd.categorical ونديله df هذا العمود. بعديها الخطوة اللي وراها انه احنا نستبدل الفاليوز Thank you.
فهيك هيحولها صفر أصفار واحد. كيف؟ يعني صفر واحد، صفر واحد اثنين، ثلاثة كاتيجوريز بالضبط. كيف؟ W get. نعم، بتحط علامة تعجب قبلها. اوكي ان هنا في التنسور فلو في عندي دوكيومنتيشن انه انا اعمل لود للداتا سيت من مصادر مختلفه، من سي اس في فايل، من نمباي، من باندا داتا فريم، هنا ايمجز تكست. اوكي يعني فممكن انه من الداتا فريم انه انت حتلاقيها زي هيك. اوكي وفي هنا انت عندك structured data load and pre-process music. اوكي خلينا نكمل. بعديها الخطوة اللي وراها انه احنا ايش بدنا نسوي؟ بالضبط. ف ممكن انه احنا نعمل تقسيمه هذه برا، ممكن نقسم هنا لترين وفاليديشن، اوكي او احنا نقسم بالطريقه اللي هو قسمها في الكراس لانه it's more simple. وهنا بس مجرد انه احنا نطبع الشيبس تبعتها. انا عملت الشيء الغلط.
هيك أخذت 20% للفاليديشن. val data frame val dia. اوكي تمام. بعديها الخطوة اللي وراها انه هنا ممكن انه احنا نعرف utility function تعمل لي كل هاي الامور. شو بتعمل لي؟ بتعمل لي shuffle، بتعرف لي الباتش سايز، وبتحول لي الداتا سيت ل بتحول لي الباندا داتا فريم لداتا سيت بهذا الشكل. فباخذ اليوتيليتي فانكشن هاي هنا، بحدد له الباتش سايز 10، بتعمل لي شوفل ترو، وهنا بس مجرد انه احنا نستدعي الداتا سيت هاي او نستدعي هذا الكلام للترين والفاليديشن. مفيش داعي انه انا امرر الشفل والباتش سايز، لانه حتاخد انه بخلط لك البيانات. لانه شوف النيورال نتوركس انه هو بيعتمد على ترتيب الاكزامبلز، فبالتالي انه ممكن يكون انه التريننج او حساب الايرور بيكون حساس من ناحيه ترتيب الاكزامبلز. فعشان نتخلص من الشغله هذه بنعمل دائما شفل الداتا سيت، بس انه احنا بنخلطها يعني، غير عن الالجوريثمز الثانيه الراندوم فورست، لانه مقدار الايرور والويت بيعتمد على الاكزامبلز اللي هو متعلم منها حاليا شو ترتيبها. اوكي، فعديته الداتا فريم تبعت اللي هو الترين دي اف، وهنا الفال دي اف. تمام، هيك صار انا عندي سبليت للديتا لترين وتست. الخطوة اللي وراها شو بدنا نسوي؟ الخطوة اللي وراها انه هنا يتعامل مع الفيتشرز هذه كلها ك نيوميريك فيتشرز، لانه هي اوريدي بالفعل عبارة عن نمبرز. تمام، فايش رحنا عملنا؟ بدي اشوف انه هذه اسماء اللي هي الكولومز، اسماء الاعمده زي هيك، وانه بدي اعرف انا عندي الفيتشر كولومز. اول بدي اعمل امبورت لهاي، سجل معي يا استاذ، فروم تنسر فلو امبورت فيتشر كولومز. وايش بدنا نسوي؟ بدي اروح اعرف الفيتشرز تبعوني as a list زي هيك، واروح الف على كل الكولومز for column in df.columns. هذه كلها numerical features. عبارة عن feature column، وهنا as a dictionary columns. هاي df. بحكي انه اذا الكولوم هذا عبارة عن سبيشيز كونتينيو بدي اعمل له سكيب. تمام، وبعمل ابند هنا. هنا باي ديفولت التايب تبعه عبارة عن فلوت، ممكن احدد التايب تبعه هنا، بقول دي تايب اذا انا بدي اياه انتجر.
بتساوي tf.int مثلا 32. لكن احنا ما بدناش هذا الاشي لانه هي كل المقاسات تبعت هذه هي عبارة عن floats، هاي كلها عبارة عن floats، فبخليها هي الديفولت. فممكن امرر الباراميتر هذا دي تايب بتساوي tf.float float 16 بيكفي اصلا لانه مش كتير. نعم، شوف لي كيف شكلها هذا الكلام بعد ما نخلص استدعاء هذا. فايش راح اعمل لي؟ في نيوميريك كولوم ايش اسمه؟ سيبا لينث، اي الشيب تبعه، ايش التايب تبعه؟ فلوت 16. تمام؟ هنا النورماليزر فانكشن بتساوي نن، لسه ما طبقناش نورماليزيشن، خلينا انه ستيب باي ستيب بدون نورماليزيشن راح نطبق هذا الكلام. بعد هيك شو بدي اسوي؟ بدي اروح اعرف الموديل تبعي، بعرفه سيكوينشال زي هيك، استدعيت الكونستراكتور. احنا ايش كنا نسوي؟ انه كنا نديله اللايرز هنا في الليست، صح؟ ممكن اخليها فاضيه زي هيك وببدا اعبي واقول هنا موديل دوت اد واضيف لاير، هيك اسهل. فبالتالي بنضيف اللاير الاول اللي هو عباره عن هذا اللاير اللي هو تبع الانبوت فيتشرز. اللي هو الفيتشر كولومز اللي انا اديته اياهم انه هو ياخذهم انبوت من الداتا، تمام؟ والثاني ممكن نخليه انه 128، والثالث ايش بده يكون؟ عباره عن 3. ليش 3؟ لانه انا عندي الاوتبوت عباره عن 3 كلاسز. ايوه tf.species.value.unique 3 values 0 1 و 2. تمام؟ وعشان هيك بدك تختار الاكتيفيشن سوفت ماكس. ايش معناته السوفت ماكس؟ مش ريلو. ايش السوفت ماكس؟ على الدوكيومنتيشن. السوفت ماكس يا سيدي العزيز ايش بتسوي؟ انا في عندي 3 نيورونز، صح؟ فممكن النيورون الاول يطلع لك 0.3 والنيورون الثاني يطلع لك مثلا 0.2 والنيورون الثالث يطلع لك 0.9. سوفت ماكس ايش بروح بيسوي؟ 0.30 0.20 0.91. فبالتالي ايش السبيشيز هذه؟ انه انا عندي 3 نيورونز، نيورون للكلاس 0، نيورون للكلاس 1، نيورون للكلاس 2 اللي هو تصنيف الازهار الثلاثه. واضح؟ كيف؟ بالضبط. السوفت ماكس انه كل بصفرهم كلهم بصفرهم لانه بناء على الفاليو اللي عندهم بختار الماكس بحطها 1 والبقيه بحطوا اصفار. تمام؟ احنا ليش في عندنا 3؟ انه انا لما اقول انا 0 0 1 معناته الكلاس قديش؟ اثنين. ايش الكلاس اذا انا عندي 0 1 2؟ فانت لما تقول انه 0 0 1 معناته انه الكلاس 2. 0 1 0 الكلاس 1، 1 0 0 الكلاس 0. تمام؟ هذه انا ممكن برضه ادي لك في الدوكيومنتيشن انه انت كيف تختارها، انه لازم تكون فاهم انه ما دام انت في عندك كاتيجوريكال بدك تختار دائما سوفت ماكس. ما اخترتش سوفت ماكس بيطلع لك ايرورز وبتكون انه سبند دايز
and weeks انت تحاول انه تعرف انه ليش مش راضي يزبط الكود معك. هيك تقريبا ضفنا ثلاث طبقات. ممكن انه احنا نضلنا نضيف بعد هيك زي ما بدك، بس هيك الامور ما فيهاش مشاكل. هو بالمناسبة صار في، يبدو انه صار في الانترنت فصلت. سبام على الكونكتينج. متابعين معايا؟ السبعه مع الكونكتينج. اوكي، احنا ممكن نضيف السله اللي وراها اللي هي الموديل دوت كومبايل. بعد ما عرفنا الموديل بيلزمنا كومبايل. هنا عرفنا له اللوس، لازم اختار كاتيجوريكال، اي حاجه في الكاتيجوريكال، تمام. والكاتيجوريكال اللي عندنا اللي هو سبارس، الاوبتمايزر ادم، والاكيوريسي والمتريكس اكيوريسي، تمام. بعد هيك نعمل فيت للموديل بهذا الشكل. هنا ادينا له التريننج وادينا له الفاليديشن داتا وعدد الايبوكس 100. ممكن هنا نعمل ايفالويت على التست داتا سيت. عشان نحسب قديش انه في النهاية. اوكي، فنختار هنا run all. فلاحظ انه انا ما دام اخترت انا عندي الهادي 10 فهو بروح بقسمهم تقريبا 12 على حسب السايز تبع الداتا سيت تبعتي، تمام. لاحظ انت عندك هنا في هذا اللي بيطلع لك اياها، بيطلع لك accuracy هذه على التريننج، وفال accuracy هذه الاكيوريسي تبعت الفاليديشن. ونفس الشيء بالنسبه لللوس، اللوس هذا الايرور في الاوتبوت، تمام. والفاليديشن لوس هذا اللوس في الاوتبوت على على الفاليديشن داتا. لاحظ انه اول لفه كان الموديل وضعه سيء تماما، بعديها تحسن صار 90، بعديها صار 100%، بعديها نزل 99 96 93، رجع طلع ثاني. لسه حنشوف كيف انه احنا نعمل بلوت لهذه الشغله. ثبت على واحد، اعمل كونفيرج على واحد اخر حاجة، تمام. وهنا التست دياس احنا عندنا valid دياس، افترض يطلع نفس المتريكس. فال، تمام. فطلع عندك الاكيوريسي 100% واللوس انت عنده قليل جدا. فهنا البارامترز في النيورال نتورك كتيره. جرب زود طبقات، جرب زود عدد النيورونز في كل طبقه، جرب استخدم اكتيفيشن فانكشن مختلفه، جرب اوبتمايزر مختلف،
ف it's a big problem انه في النيورال نتورك انه في عندك باراميترز كثيره انه انت ممكن تشتغل عليها. الان ممكن ان احنا نعمل بريدكت باستخدام انه الموديل دوت بريدكت وتدي له هاي البريدكشنز زي هيك. نفس الفكره عشان اذا انت بدك تستخدم هذا الكلام بريدكت هنا بتطلع لك فيكتور للبريدكشنز. لو بدك تستخدم هذا الكلام في كاجل في الهاوس برايس تشوف تجرب النيورال نتوركس ايش بتطلع معك. فلاحظ انت عندك هذه كروس باينري انتروبي، هاي انت في عندك 9 1 في 10 اس ماينس 3 و 3.94 في 10 اس ماينس 9. هذا الكلام بروح بطبق عليه السوفت ماكس، فبتلاقي انه في الاخير انه هذا بحول لك اياها هنا 1 0 0. هنا ايش اعلى قيمه انا عندي؟ 0 0 1 زي هيك وهكذا. تمام؟ فحنشوف المره الجايه ان شاء الله انه كيف نطبق السوفت ماكس على البريدكشنز هذه عشان يطلع لي اياهم 0 0 0 واصفار وحايد، وكيف كمان انه لو انا بدي اعمل سبلاي لداتا ست جديده فحاعملها كمان داتا فريم وحعملها convert باستخدام اليوتيليتي فانكشن هاي بحيث انه نعملها prediction. اوكي حنعيد عليه الكلام هذا بشكل سريع المرة القادمة. لا عادي، كل هذه neural network عادية. ال neural networks فيها انواع، ففي انت عندك CNN بيستخدموها للكمبيوتر فيجن، والار ان ان بيستخدموها للتكست او للناتشرال لانجويج بروسيسنج، تركيبتها مختلفه. فهنا نفس المفهوم، بدك تصفط لايرز على بعض. فهنا بدل ما حيكون دنس في عندك هنا كونف كونفولوشن. تمام. والار ان ان في منها برضو انواع، في عندك ال اس تي ام، في عندك النوع الثاني غير ال اس تي ام اللي هو لا يوم. اوكي